رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس السادس عشر من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما الياء فتكون علامة للخفض وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وعشر كي لحية طبنا طبني اللحات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وهنا رب الأمانة يا عشر كان لحية طبنات وأما الياء يأذي فتكون وحي أهاني هي يأذي علامة علامين للخفض وصره أهاني في ثلاثة مواضع صدح بوس في الأسماء يا أسماء الخمسة شنطة إذ يأبى لغوه وصره وفي التثنية أسماء المثنية لبا لبا دعانا يأبى لغوه وصره والجمع جمع مذكر سالمنا يأبى لغوه وصره والجمع أشوى العهدية جمع لقران جمع مذكر سالم لأن جمع تكسيري وعلى قصوها جمع سالمنا وعلى قصوها جمع عربي وجمع مذكر سالم صدح لا جمع مباجرة لغة عربية جمعنا الرق خاصي هي لبك وجمع مذكر سالم جمعنا الندق خاصي وجمع المؤنث سالم جمعنا ومشترك وجمع تكسير رق يضمر بوكيم على يا صدح بوس بيدكت يا جوكت حالة الخفض صدح بوس بيدكت صدح ذا محيه أسماء الخمس مثنى جمع مذكر سالم أسماء الخمسة هي مثنية جمع مذكر سالم حاله وصلقة يا بالوصل يا ذي من بدو علنس يا صدح بوس بيدكتو أسماء الخمسة مثنى جمع مذكر سالم أسماء الخمسة هي مثنى هي جمع مذكر سالم يا بالغه وصلقا وأما الياء يأذي فتكون وحي أهاني هي يأذي علامة علامة للخفض وصلقا أهاني في ثلاثة مواضع صدح بوص في الأسماء يا أسماء ذي الخمسة أشنتهي أسماء الخمسة يا بالغه وصلقا وفي التثنية أسماء ذي لبا لبا ظاهن مثنن وحلوه وصلقا يا والجمع جمع مذكر سالم يقبل وحصرها وأما الياء يأذي فتكون وحيهان هي يأذي علامة علامة للخفض وحصره وحان في ثلاثة مواضع صدح بوس في الأسماء أسماء الخمسة أشن تاهيد وفي التثنية أسماء لبا لبا ظاهد مثنى لقا وضع مثنى يا والجمع جمع مذكر سالم والجمع لا جمع درماء وجمع مذكر سالم جمع مذكر سالم جمع كسل مرة يا صدح بوس بي يا حالة خفض جوكت صدح بوس بي دكت صدح وأسماء الخمسة هي مثنى جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم هي مثنى أسماء الخمسة محل وصلها يا أمثلة دي بنقلنا هي إعراب وأما الياء يادي فتكون وحيهان هي يادي علامة علامة للخفض وصله وهان في ثلاثة مواضع صدح بوس في الأسماء يا أسماء ذي الخمسة أشنتاي وفي التثنية أسماء ذي لبا لبا ظاهر مثني يا والجمع جمع مذكر سالم يا صدح راب بوس بيدكت يا حالة خفض جوكت صدح بوس بيدكت صدح راب وحاول أسماء الخمس أسماء الخمس روح أسروح يا أو صدح يا أو حالة خفض جوكت يا حالة خفض جوكت صدح بوس بيدكتا صدح بوس وحاوي أسماء الخمس تثنية أو مثنى لو إيه جمع مذكر سالم
أسماء الخمسة وحالو هصلي يا تثنية مثنى وحالة من إدراك المصدر وإرادة اسم مفعول مصدر بعلى إدراكات تثنية لي لكن مراد هو مثنى مثنى وحالو هصلي يا جمع مذكر سالم نية لبضن دم مركفير مثنية يا لبض مثنى يا جمع مذكر سالم مثنى يا جمع مذكر سالم لبض بيا بالو هصلي قبل سلو كرجرنا يا ذا وحكور يا فيرنين يا وحك الضمي وحكور يا دافع أنت بسوي يا ذا هدو كرنيك بكور يا محاوي والله ومثنى يا ذا هدو هصلي كور يا جمع مذكر مسلمين مسلمين مرات بمسلمين مرات بمسلمين مسلمين بدل وادقرت معنا واما الياء يادي فتكون وحيانه يادي علامة علامة للخفض حصر وعن في ثلاثة مواضع سد حبص في الأسماء أسماء الخمسة أشنت أسماء الخمسة والغوص الغوص نحو مرات بأبيك نهد نحو مررت بأبيك أبها وانسو مري مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال ولذي القربى قرانك سمح ولذي القربى قرابة كي صاحبك ولذي القربى ولذي يا القربى واي مررت بأبيك مررت فعل وفاعل بأبيك الباء حرف الجر أبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة أروح قدر ما ناب فيه حرف عن حركة حرفك النائب كوايا حركة النائب كالغية هنا وكسرة بأبيك الباء حرف جر أبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الخمسة لأنه من أسماء الخمسة أبي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جرين مررت بأخيك ولا الكاف عن صومر مررت بأخيك مررت فعل وفاعل بأخيك الباء حرف جر أخيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمسة أخي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جرين وادقرت مررت بذي مال حول ميد صاحب عن صومري ذي اسم ظاهر بالله إضافة يدو أتقرنس مررت فعل وفاعل بذي الباء وحرف جر ولذي القربى أدارك وساس مررت بذي مال ميد حول صاحب عن صومري مررت فعل وفاعل بذي الباء وحرف جر ذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الخمس ذي مضاف مال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وفي تثنية أسماء ذي الله والله بضع يأبى الوصل يأبى مررت بزيدين مررت بمسلمين مررت بمؤمنين مررت بمعهدين لما بمدرستين وحلبا أم بالله راو برجلين برجلين لبن باصوما ارغو هذا اذا مرت بزيدين مرت فعل وفاعل بزيدين يا ذا وحا كور انو كردغي ها لرا وحا كور يا ذا انو كردغي بزيدين الباء حرف جر الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء بزيدين الباء حرف جر الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامه جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد مررت برجلين لمن من صومري مررت فعل وفاعل برجلين الباء حرف جر رجلين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد حال مسألة مركة وفيرس مركة سومر إن اسمي مفرد كوحالة لبن نوع مثال كيمانس كسرة ظاهرة كسرة مقدرة مركة حالة النسبة لسومر حتى وحالة فتحة ظاهرة فتحة مقدرة
marka xaaladtu rafcaal mara ismi mufradka waxaa leh waxaa ka imaanay damma daahira damma muqadara sooma muthannaha iyada lagu hoos dhigaayo kasra daahira kasra muqadara ma la dhaha maya sabab xaraf baa lagu hoos dhigaa xarakaba meesha ma taal wax haddaad maqasha kasra daahira kasra muqadara leh waa wixii xaraka la icraabo fadxa daahira fadxa muqadara wixii xaraka la icraabo dama daahira dama muqadara markii le wixii xaraka la icraabo wa xarako ama wax xuruuf la icraabo muqadaraba ma soo galaan xaraka meeshii ma taal ne xarafkana la icraabaa xarafkan uu ku godan yahay xarafkan uu ku kordhigan yahay xarafkan uu ku hoos dhigan yahay marka taa muqadare kama suurowdo ma garata wixiibaa xaraf la icraabo ne mucrabku laba wey mucraban bixarfin aw mucraban bixaraka wixii xaraka la icraabaa xarakadu ay noqon kartaa daahira iyo muqadara wixii xuruuf la icraaba miyaa wax muqadara ah kama suurooba maya maya sabab xaraka meesha ma taala xaraf baa la icraabaya xaraf buu ku godan yahay xaraf buu ku kordhigan yahay xaraf buu ku wasriyay marka mulaaxadada iska jir wuxuu yidhi wa fii tathniyati muthannihi muthanna waxaa lagu hosriyaa ya yaada waxaa ku horeeyan inuu kordhigan yahay la rabo maratu bizaydayni maratu ficlin wa faacil bizaydayni albaau xarfu jari azaydayni ismu majruun bilbaau calaamatu jari alya almaftuux maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can ilfatxa liannahu muthannan wanuun ciwadun can itawiini fi lismi mufrad maratu birajulayni maratu ficlin wa faacil birajulayni albaau xarfu jari rajulayni ismu majruun bilba wa calaamatu jarihi alya almaftuux maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can ilkasr liannahu muthannan wanuun ciwadun can itawiini fi lismi mufrad qur-aanka khaalidayn iyo khaalidiina ku jira soomaada khaalidiina waa jama khaalidiina xaalayin kuwa ku waarahay muminiintii baa laga hadla khaalidaynina waa qisada ah shaydaan iyo kii uu duufsaday suuratulxashr fa kaana caaqibatahumaa annahumaa fi nnaari khaalidayni iyada marka hadduu marba kordhin ka horreeya garat muthan khaalidayni khaalidiina hadday noqotana dad badan jamac mu'minayni iyo mu'miniina baa qur-aanka ku jirta mu'miniina waa inta waa sida badan aayadaha intooda badan in kuntum mu'miniina wamaa naxnu lakumaa bimu'miniina amaa mu'minaynina waa jirtaa wa ama alghulaamu fa kaana abawaahu mu'minayn aabihii hooyadeed waa labo garaad muslimiina qur-aanka waa ku jirtaa muslimaynina waa ku jirta ina almuslimiina iyo in kuntum muslimiina muslimaynina waa ku jira rabbanaa wajcalnaa yaa muslimayn waa nabi ibraahim iyo wiilkiisii nabi ismaaciil waaya marka waxaad fiirin iyaada waxaa ka horreeya iyaada hadduu kordhi ka horreeyahay maxaad dhahaysa muthan iyaada hadduu hoosdhi ka horreeya maxaad dhihi jamac waaya maratu birajulayni laba nin baa soo maray maratu ficlun wa faacil birajulayni albaau xarfu jarin rajulayni ismu majruun bilba wa calaamatu jarihi alyaa almaftuux maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can ilkasra liannahu muthannan wanuuni ciwadun can itawiini fi lismi mufrad maratu bimadrasatayni madrasa leh madrisa looma aqriya madri ma madrasa wey madrasa maratu bimadrasatayni laba iskuul baan soo maray maratu bimadrasatayni laba dugsi baan soo maray soomaalida qaar gobolladan waxay dhahaan bimadrasatayni laba malcamodo malcamad marka waa dugsi dugsi kee lagu soo karayo mogt nin baa ayaan ka qoray inuu baxdi ahaa iyo inuu kitaab maah taariikhu dugsi fi suumaal dugsiga taariikhdu ku lahaa soomaaliya waa taariikh dheer dugsigu waad garanaysa taariikh dheer oo macaan oo shayiq maratu bimadrasatayni laba madrasay noqonaysa labo maratu ficlu wa faacil bimadrasatayni albaau xarfu jarin madrasatayni ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi alyaa
المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه مثنى ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد وحين وعي مراته والجمع جمع مذكر صار ماشي أداي بزيدين الله بزيدين أقوله بزيدين ماشي أياد كوريك ما كورينه خصلي كورماري بزيدين بمسلمين ماشي بمسلمين بمؤمنين ماشي بمؤمنين أما برجلين ماشي برجلين رجلين ما ذكرت الله كمي بعد رجل مثنيس رجلين يا رجلان أدعو حالة رفع جهة القرآن كما قال رجلان من الذين يخافون أما جمع عيسو ورجال قوة تصغير إير بارباري ويجران ويجمع مذكر سائر رجيلون ملوكين كرا لكن سيدي سرجل جمع عيسو وجمع تكسير ورجال ما كرا ها قوة وحوغا إير فيري واجره باو تصغيري وحيرو يرفيري لكن رجل جمع اسو رجال جمع تكسير مركا والجمع جمع مذكر سالم حدا امرت بزيدين بالمؤمنين ها بالمسلمين بخالدين عذرت بخالدين واي مرات بزيدين مرات فعل وفاعل بزيدين الباء حرف جر الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد مرات بالمسلمين مسلمين بضاء أما صبرت مرات فعل وفاعل بالمسلمين الباء حرف جر المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعد نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد مرات بالمؤمنين مؤمنين بس ومر بضل مرات فعل وفاعل بالمؤمنين الباء حرف جر أدوت بالخاشعين بالصادقين بالصابرين وصدوا وضع وقس على ذلك كقياس مرات بالمؤمنين مرات فعل وفاعل بالمؤمنين الباء حرف جر المؤمنين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وأما الفتحة ميا كن كلي ويران لبا أسبوع وكجرين وهل كاسر أو أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف فضحها البوس ويجدكتو حالة وخفضة جوكته بوسك اسم ما لا ينصرف بل اما اسم الذي لا ينصرف سي كلي وحن كجرينا ويران لبا أسبوع حدي دادكو اي فانسيين واهل أسبوع ما دام أسبوع اللي ويبري لقلع حدي سي ترتيب الاسكان قانو والله أسبوع وحكينا يا قواعد كجرتو دار ان لا شيغا لا ربا قواعد كجرته ان لا شيغا لو با ماركا هلكاسه نو كسمينا ان شاء الله والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم بالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك.